عسلامة ومرحبا. الله يسلم راسك. خلينا نتعرفوا عليك. اسمي كمال برجاي من قلعة أندلس. تعمل في حياتك؟ كنت تخدم في البحر تو ما نجمش نخدم في البحر. أنا أول ما ريتك هكا الهيئة نتاعك تخدم في البحر. هكا ولي. هاي. وظهرت لي عندك ثلاثة بلانسيات. لا لا والله لا، والله عندي وجه ربي. ما عندكش جملة؟ والله عندي وجه ربي، والله قعدت ما كسبتها. عليه. الناس سعوريين باهيين معايا. مشيت لمعت مدة قلعة أندلس، قال أنت باندي، وريته كرشي، وريته ساقي. تحدث معايا حديث مش هو. علاش؟ شبيها كرشك؟ عمل عندي بلاكة. أوبيراسيون. أوبيراسيون عملية، وعندي ساقي. وعندي هذه غدرة متاع عباد. كنت نشرب قبل. هذه غدرة متاع عباد. وهذه شما مسيو ما عندك شيء. هذا ما هذا. غدرة هذه شو لا مت. آه في خشمك. هذه وهذه وهذه وهذه. مش ظاهرين. ومش ظاهرين جملة مسيو. وهذه. يظل لي اللحية غطت كل شيء. وخاتيني ما. كيفاش مسيو عملوا لك هكا؟ نشرب ونخرج من البار. بركاج والا اصحابك؟ بركاجات. ما همش اصحابك. ما نعرفهمش. نخرج وفاري الدخان نقول له فما فين اللي بيعوا الدخان، يقول لي يمشي في الزنقه هذه. نمشي في الزنقه هذيك يترموا علي. يشموا علي عندي الفلوس. ساعتها انا بحر بحر. طبيعه من مره في الكوليزي، الكوليزي اللي في باب بحر. شربت فيها وبعد شربت في الروتونت وبعدها هبطت. وشارب زوج شراب في الفلوكة. أنا ما نتيحش نعمل شيخة. الشراب ما يتيحنيش من عند رب. هو مش من عند ربي، هو معصية. لي مسيو بعيد بعد سميع الله رب. ما نتيحش ما نتيحش. فهمتك. نحكي نحكيهم معناها خاطر هذي حاجة على جنب، حاجة يعني حرام. هي حرام حرام. أما نتصور توا صحيح. لا مسحت ونحيت وجملة. قدي عندك توا ملي أقلعت على شرب الخمر؟ عندي 20 سنة ما نشربش. لا يا رب. الحمد لله. والصلاة والعبادة والحمد لله. وماذا بيا وماذا بيا وماذا بيا ماذا بيا فماش لوكال متاع يخرج لبر العبد. توا تحب تهاجر يا مسيو؟ نهاجر والله نهاجر. ليش؟ أه؟ ما عندكش عائلة؟ ما عندكش عائلة وصغيرة. وحلت وحلة وحلة تعرف الشكوى غير ربي مذلة. لطف عليك يا مسيو. علاش؟ كيفاش؟ عرست على سنة الله ورسوله وعملت مزود وكريت جراج. جراج في القلعة. مولاي الجراج قال لي ما ناخذش عليك فلوس. جراج متاع شنو؟ جراج نعشي فيه العباد. وبقرة هولندي. اي عملت عرس باهي. عرس باهي وعباد كلت عين سبنيورية في القلعة. صحة وبالشفاء. وطلع قرعة ما فيها لص. بابا يبيع في التراب، عمل لي منير بن سارحة. محامي اللي محامي العربي الماطري وعمل والمحامي نتاع زين العابدين. عمل لك اكبر محامي. ردوه باريس زين العابدين، حكم عليه 100 سنه على الريح. والعربي الماطري ردوه انظف من نظافه. وانا كلمتي نقولها على قصان عنكوشي. علاش طلقتوا مسيو؟ طلقنا مراه ماشي هي. مكتوب 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 مكتوب. اما مراه مش هي، مراه مش هي من جميع ما هي تو معرسه عند واحد اخر. ربي هنيها. ومكتوب هذيك وجست حابين نعرفوا الاسباب هكا معناها. اما نحاولوا ما نحكيوش حاجات خايبه على بيت. مكتوب 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 على الجبين، لازم تشوفوا العيد. ما تفهمتوش. مكتوب وعرسنا بالفاتحه، نطلقوا بالفاتحه. اللي عليها تحطني في الحبس، هلا يحطوني في هيفا وهبي. شنو هيفا وهبي؟ في الحبس نتاع المرناقيه بلاصه اسمها هيفا وهبي. كراكه نتاع هيفا وهبي فنانه يا مسيو. بلاصه يقولوا لها هيفا وهبي ولا بالحق. اول مره نسمع بها هيفا وهبي فنانه مسيو. هي فنانه ما كانوا يربطوا فيها في النساء في المرناقيه. ردوها نتاع رجال نتاع كراكه كل مجرمه الكبار. مسكينة المرأة، علاش مسمين اسم الحبس باسمها يعني؟ عيب. بلاصة مسمينها الهيفا وهبي. إي أنت في بالك الهيفا. باب الخضرة، باب جديد، باب الجزيرة. ما تجيش نسميه اسم حبس باسم فنانة معناها. الهيفا وهبي، ها بورقيبة مسمي 9 أبريل هذا. مش كيف مسيو؟ على 9 أبريل. مش كيف. لا علينا احنا موضوع هذا حاجة أخرى. تو خرجت منك كرشوم مش أنا تجيب. أنت دخلت علاش للحبس؟ دخلت على النفق. عندك صغار؟ ما عنديش. تنرمت. ما كنتش تنفق عليها زوجتك؟ نفقت عليها ودفعت والساغة ودفعت ودفعت وبعت الموبيل. ميلة؟
أه؟ ميلا شنو صار؟ في الاخر نبقى، في الاخر نبقى، يا تخلص يا حبس. يعني شكيت بيك وانت تنفق ديجا؟ هاي وعلاش؟ وتلمد لي، تلمد لي 9 شهور نضرب نجيب الحبس. ربي يهجي. فهمني، وفما رب في الوجود، ولا ما سمحش اللي ظلمني، والكلهم يسمعوا فيا ويروني، وان شاء الله تعديها بالتلفزه. بالطبيعه باش تتعدى، مش باش يوصل. اللي ظلموني، اللي ظلموني جمله، لا سماح لا رباح، لا في الدنيا لا في الاخره. بس احنا توا في هكا ايامات فضيله، ما يسالش نسامحوا الناس. انا عرست بها، باش لاغمي كحل وشعري ترابولته. فمات، باش نحكي لك على روحي. ونظيف ما عنديش العمليات، توا عندي عمليه دزني انت حنموت. ونوريك العمليه ساقي ونوريك كرشي. فرعت فرع كبير، كون مش ربي نصرني عليها. والحبس خدام. اكسيدون في العمل؟ لا. لا. هذه فتك هذه. فتقوني بالخدمه وعندي ساقي جروا عليا الماء. بتخدم ما يحرث عليك. وما يعطيكش حقك. ويأكل لك عرقك. تخمم انك تعود حياتك مسيو بعد الطلاقة؟ مطلقة تمريق تو نظيف. قد عندك من مطلق؟ من 2013. اي معناها تخمم انك تعود حياتك والى ليه؟ نعاود لبرا من تونس، كساء ربي لبرا من تونس. الانسان نتاع تونس صعاب. صعاب، كاش اللهم يبدل القانون. اللهم يبدلوا القانون. القانون يرعبكم نتاع القانون معناها في تونس؟ طلعوا العنف ضد المرأة، العنف اللفظ ضد المرأة. تاخذ لها طرف حوت ولا طيب لي شوي لي كعبات حوت، تخرج تعمل قهوه ولا تعمل سواقر، تجي تقول لها طيبتي حوت شوي تيري، تقول لك لا مشيت دار خالتي ولا دار عمتي، تقول لها علاش تنطر هكا بها بيدك، ولا تقول لها علاش تشكي بيك لاي مركز انت في قليبيا، وهي تشكي بيك في تطاوين تضرب تجي في الحبس، عنف اللفظ ضد المراه. ونحكي راه ونحكي لوجيك، وما يقص الراس الا ربي سبحانه. مش لهالدرجه مسيو. مش تشكي بيك جوست خاطرك انطرت هكا و... كيما في الكار، كيما في الكار دوما تمس هكايا تطيح بوحده مصلي على النبي تضرب تضربك تجيبك في الحبس. اي معروف خاطر اي في ترونسبور بها. كيفاش انا راكب في المترو والمترو رخ بيا كيما في الفلوك ومسيتها هكا خاصة الرجال الكبار مسيو. لا بطلت انا كل شيء الا الدخان، الا الدخان، وما نتعداش على الناس، وحتى قبل ما نتعداش على الناس. قبل ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل. صغير ما نتعداش على الناس. قيلني قيلك. وتبركوني وفكولي وسرقولي ونحولي بورتابل وما لقيتش حقي وسرقولي اوراق بطاقة تعريف هذه والليفري، واحد سرقوهم لي. سرقوهم لي ومشيت نلوج ما لقيتش، وليت قديت بطاقة تعريف. ان شاء الله ربي معاك يا مسيو. يرحم والديك. الله يفتحها في وجهك. تونس هذه تعس على روحك، تونس تعس على روحك. شكرا مسيو. يرحم والديك.